استنكر سكان حي المقام وسط مدينة سطيف الإهمال الذي يتعرض إليه مشروع مسجد المحطة بعدما تركه المحسن المكلف بإنجازه هيكلا ترتاع إليه الفئة المنحرفة فتدنس زواياه وتهدد السكينة العامة في ظل تعنته بعدم السماح لأي أحد المساهمة في بنائه. إن المنشأة هذه تاع المسجد عندها من 2004 وهي محطوطة، كل المساجد اللي جات من وراها تفتحت والناس يتصلي إلا المسجد هذا، ولا المنشأة هذه ولات فيها كل الموبقات. السيد هذا يبني يجيب مقاول يخدم يومين ويهرب، جبنا جماعة اللي حابين يعاونوه ما قبلوش. المقاول هذا حكموا قدام خطر ما قدرش يكملوا، لا على بالناش وراه الإشكال، وصرات لنا واحد الحديثة راح نصلي هنا في العشاء في الليل، عاقبين هنا الظلمة حاشاكم الكلاب، لقينا جماعة دخلوا المنحرفين دخلوا لهنا. وعن الشؤون الدينية لولاية سطيف التي أكدت للنهار أنها لم تبقى مكتوفة الأيدي أمام هذا الجرم في حق بيت الله ولو كان مشروعا، جازمة بأن الرخصة سحبت من هذا المحسن بشكل رسمي والأبواب مفتوحة على مصراعيها للمحسنين. الجامع رانا نشوفوا فيه غير راح يديغرادي برك، مش راح يكمل. احنا لحد الساعة رانا اتخذنا معه إجراءات ودزينا له باللي انا لغينا له ترخيص، ورانا نسعاو بربي ان شاء الله اللي حاب يجي يخدم الجامع هذا ولا يكمل المسجد هذا يتفضل عندنا المدير الشؤون الدينية. الى حين ان يجتمع الجمع لاتمام هذا المسجد الحلم، يبقى سكان المقام يتطلعون الى صلاة قريبة من محل سكناهم لا سيما في الشهر الفضيل.